مرحبا متتبعي قناة أشكاين، نحن الآن نتواجد بمنطقة بوزكورة، بالضبط منطقة أولاد مالك. كما تلاحظون هذا الفيديو غيكون غريب شوية لأنه غنبداوه من المقابر. المقابر لهم حرمات. على كامل الأسف تلقينا شكاية من عند أحد المواطنين حول واحد الطريق اللي غيدوزوها من هذا المكان، يعني الطريق اللي غادي نتكلموا عليه هي هذه كيف ما كتلاحظوا متتبعي قناة أشكاين، جايه من هذه البلاصه وغادا غادا 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 الى هذا المكان. وفي نفس الوقت كنصادفوا واحد الرجل اللي هو الام ديالو مدفونه هنايا. في الام ديالك فين كاينه؟ برج يربع. اييه غادي يزولوا القبر ديالها. بسم الله سيدي عاود لينا اشنو وقع هنايا؟ هذه سيدي الوالده ديالي. انا مني من الناس، علاش انا اللي الحق الناس اللي يلحقني انا. اييه انا خاصني الله يجازيكم يكون لي عندنا حد. واش هاد الناس بغيو يكون عندهم كانت حوال، واش بغيو يكون عندهم صندوق؟ اش كيفاش حنا بغينا نشوفوا المسؤولين اش كيقولوا؟ ما تتعلم واش اللي عقل؟ اش من سنه دفنات؟ 2017 شفت من قدام كلشي كتشوف هنا عندي 2017 ديالك. نعم كلشي كتشوف هنا لحظه. شحال من القبر تقريبا اللي غادي تحيد؟ وهذا سيدي راه تقريبا قد 30 ولا 30 يا هادي 30 قبور من اول من عندنا سيدي الله باقيين يلاه درنا باقيين ما سمعنا حتى شي حاجه حتى اللي كنتوا اليوم اللي جيتوا لعندنا باقيين ما كنا ما سمعنا والو ما داروا لنا ما صرحوناش حتى حاجه باش غيكون. وجاو شي ناس اخرين هنا من غيرك نتايا؟ يعني الناس هاد الناس هما بالعيله ديالهم، هاد الناس ما عندهم العيله، الناس هما غادي يجي بالعيله ديالهم ما غادي يوقفوا غادي ما يجيش حتى راسه ديالنا عاود هذا كيجي نهار يجي يبيع غرضه نهار كيبغي يتاخم كيجي يبانو ومن ثم مشيناش لنا اليوم من هذا. دابا حنا ولاد بن عمر، ولاد بن عمر جماعة رمال الهلال ولاد ناس ولاد ناس كاين وقت دابا بوزكورة. اه بوزكورة ولين في الوسط انا الوسط كما تلاحظ متطبقات اشكال للمقابر حرمات وللاموات حرمات. لا يعني شيء غريب، اول مره كنصادف مثل هذا الفيديو. هذا مقبره غدوز فيها الطريق بهذا الشكل هذا. شي لحظه الله يعلمك، شي لحظه الله يجيبك. حنا بغينا هاد الناس ما يديروا فيها، خاص يكون لي محل التعليم، هادشي يكون لي محل يجيب. العين مياه هما يقولوا لنا حد ما تتعلم. شكرا. تتبعي قناة أشكاين دائما في نفس الموضوع، إحدى المقابر اللي بغاو يحيدوها، يحيدوا واحد الطرف منها باش يدوزوا الطريق. معنا ابنة المنطقة اللي زيادة وخلق هنا. لالا أنت زيادة وخلق أولي، أشنو رأيك في هذا الموضوع هذا؟ أنا سيدي ما يزعزعوش الروضة، ما يزعزعوش القبورة، هاد الروضه يدوروا عليها الصور، كلشي بنادم راه كيدفن فيها. دابا ما داروا البارطمان، داروا الفيلات، داروا والروضه فينا، فاش غادي يدفنوهم؟ كيدفنوا في الروضه، الروضه راه في بلادنا وديالنا، باش يحيدوها هذا لا، يزعزعوا القبوره، واش كي غادي يديروا لهاد القبور غادي يدفنوا؟ فين غادي يديهم؟ فين غادي يديو هاد القبور اللي غادي يزعزعوه؟ لا وكان عليهم اصلا منين نتوما عارفين يديو البلاد يزيدوا في الطريق ويخلوا القبور. شختي الزهره منين عارفين انه هاد الروضه عندكم طريق خارجه فيها كانوا يحبسوا الدفن، ما الجماعه ما تعطيهمش انهم يدفنوا. علاش نتوما خليتوا الناس كيدفنوا بعام وشهر وربع والله العظيم؟ دابا قرار انه صافي نحيدوا من الروضه، على حنا شنو هادوك عندنا حاجاكم كلاب؟ ودابا راه اللي جا كيدفن فيها، راه الناس كيجيو عا ضيفين عاد حبابهم كيموتوا هنا كيدفنوا. يعني حشومه باش نسمعوا بحال هكا، راه خربقونا حتى نفسانيا. هي شوفي راه هي الكريمه، شتي فين كاين داك الطريق اللي دايزه؟ راه قلعوا الروضه تما، هذيك راه الروضه ديالنا راه قلعوها. قديمه ماشي مشكل، قديمه ماشي مشكل، اما هذه بحال هذه اللي كاين عماين اللي كاين عامين اللي كاين ربع سنين حشومه. وكنحملوا هذا رئيس الجماعه اللي كيعطيهم الرخصه يدفنوا. انت عارف الطريق خارجه في هذه المنطقه فين كنتي ناعس؟ دابا هما راه كيديروا داك الشيء بصلاحهم هما، ماشي بصلاح البشر، صلاحهم ديال البارطمانات والفيلات. صافي هذا هو المشكل. نتمنى ما عندنا والو، راه البلاد راه كتمشي في الطريق. نتمنى من الله تدخل عاجل من السلطات، لان دائما للاموات حرمات. السيده حاول ما تشدلهاش وجهها، السيده مسكينه ساقط خبر جايه كتبكي على هاي.
اختي بنات اختي والله ما نعرفش البارحه كلهم كانوا هنا يلاه مشي اش داو اختي راه مالي اجي غير من هنا باش ما هاي كيفاش شنو عرفتي وشنو عرفتي القبر زعزعوه كما طول حيدو المتتبع قالت اش كاين في هذا المشهد الاليم اللي هاد السيده ربما جات باش توادع مع الام ديالها لانها غادي يحولوها يصعب الحال انك نقول مثل هذه الاخبار المجاهد راه صعيب هذا الشيء اللي كنشوفوا في هذه الارض السعيده اللي هي ارض صالحين وارض شرفاء وارض دين وارض الاستقلاليين الناس اللي جابوا الاستقلال لهذه البلاد ما خصناش نزعزعوهم بهذه الطريقه هذه شوفوا غير الطريقه اللي غيحيدوا بها ما فهمناش واش غيحفروا يزوا القبر واش غيحفروا في وسط القبر واش غيديروا شي حفره ويخدموا عليهم كلهم هاد الفكره احنا ما دخلتناش كاع للدماغ كيفاش غيديروا هاد الناس الى هنا ننتهي متتبع قناه اش كاين على امل ان نزيد حل لهذا الموضوع قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.